منتخبنا الاولمبي وردي في كريستال بالاس الانجليزي كاردو صديق يقول لم اندم لاني التحقت بالمنتخب الاولمبي العراقي، انها تجربه اكتسبت فيها كثير من الخبره. سكوب قال لي اللاعبين الموجودين يلعبون اساسيين في انديتهم وانت عائد من اصابه تحتاج الى وقت اكثر، لا اريد ان اصنع مشكله لاحد، في الاخير هو قرار المدرب في اشراكي من عدمه. السلام عليكم شباب، وياكم انس اخبار المنتخب العراقي. قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وآل محمد، سوي لايك للفيديو، اشترك بالقناه، فعل الجرس، شارك المقطع لاصدقائك ليصلكم كل جديد. لاعب احمد ياسين يكشف المستور يقول بعض اللاعبين في المنتخب كانوا اصدقائي وفي فتره يتكلمون عني بكلام سيء. محمد خلف كان ينقل للمدرب كاتنج كلام سيء عن المحترفين، انا الان جاهز في اي وقت لتمثيل المنتخب. بعض لاعبي المنتخب الوطني تكلموا بالسوء عني في البرامج التلفزيونية وأنا أستغرب كيف يمكن للاعب أن يتحدث بسوء على زميله. عجب العراق كل شي يصير، تعيش وتشوف. بدأت آسيا تقترب ومنتخبنا الآن بدون مدرب، يجب عمل مناشدات مستمرة بضرورة الإسراع بتسمية مدرب لكتيبة الأسود جلب أفضل المحترفين في أوروبا، إن شاء الله القادم أفضل. علاء عباس يتفق مع إدارة الزوراء من أجل تمثيل الفريق الموسم المقبل بانتظار الإعلان الرسمي. علاء كان يلعب بالزوراء بعد احتراف بالبرتغال والآن مع الجوية وراح يروح للزوراء. إدارة الزوراء تفاتح ثلاثي الصقور أحمد إبراهيم وصفاء هادي وعلاء عباس من أجل تمثيل الفريق الموسم المقبل. شنو رأيكم بهؤلاء اللاعبين؟ اكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات. رسميا زين الدين زيدان يرفض تدريب باريس سان جيرمان ويطلب من إدارة النادي عدم التفاوض معه مجددا. رحل زيدان من مدريد ولكن قلبه ما زال هناك. قبل هنا وصلنا لنهاية الفيديو، سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. كان معكم أنس، في أمان الله، نلتقي في فيديو جديد.